بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. كلنا في حياتنا مرت بينا أوقات تعبنا فيها، كان فيها مذاكرة واجتهاد، لكن بعديها وصلنا للي كان نفسنا فيه، ولما وصلنا فرحنا، ساعتها نسينا كل التعب اللي كان موجود قبل كده. آيتنا النهاردة: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. رومية 8:18. أنواع الألام اللي بنمر بيها على الأرض كتير، ممكن تكون ألام جسدية، مرض ياخد شوية وقت أو يطول شوية، ممكن تكون ألام نفسية، محاربات وضيقات من الناس اللي حوالينا في دايرة علاقاتنا في الشغل، وكمان ممكن في الأسرة تسبب لينا ضغوط نفسية، زي ما القديس بولس الرسول قال: من خارج خصومات، من داخل مخاوف، في كورنثوس 2:7-5. ممكن الألام دي يكون ألام في الخدمة، تعب واجتهاد في تحضير، في افتقاد، في بحث عن نفس ممكن تبعد عن ربنا، فيها تعب إن احنا عايزين نرجعها تاني لحضن ربنا. الألام دي ممكن تكون ألام في الجهاد الروحي، ألام ضد الخطية، أنا بقاوم الخطية وبتعب علشان أبطل خطية بتزعل قلب ربنا. كل الألام دي تهون قدام المجد اللي مستنينا في السماء. هناك في الأبدية مفيش ولا حزن ولا ألم ولا دموع. القديس يوحنا الحبيب كتب لنا بإرشاد الروح القدس في سفر الرؤيا عن حلقات جميلة عمالة تحصل على أولاد ربنا في العالم، حلقات فيها اضطهاد ولكن آخرها فيها فخر وفيها مجد وفيها انتصار، لغاية لما يوصل لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21، يقول آية جميلة لمحفوظة لكتير مننا. رؤية 21:4 يقول: وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. اللي فينا راح زار دير أنبا أنطونيوس وطلع سلم المغارة، السلم طويل وعالي وبنتعب لغاية لما بنوصل للمغارة فوق، لكن بعد ما بنوصل فوق بنشوف منظر بديع وجميل. ندخل جوه المغارة، نصلي صلاة هادية أو قداس هادي، ننسى كل التعب ده ونقول: يا رب المكان ده حلو قوي، نفسنا نقعد هنا في مجد وصلنا له، نسانا الألم اللي احنا مرينا بيه. قديس بولس الرسول في أماكن كتيرة مر بالخدمة دي، بالخبرة دي، في تعب ولكن بعديها انتصار ومجد في الأبدية. قال لنا في كورنثوس 2:4-17: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. هنا خفة، هناك ثقل، هنا ضيق، هناك مجد، هنا ضيقة دي وقتية ولكن هناك المجد ده أبدي. إيه اللي يخليني أستحمل الألام على الأرض وأكون مستني الأبدية؟ أول حاجة يكون عيني على ربنا. هو اتقال عنه هو نفسه في عبرانيين 12:2، آية جميلة قوي: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ربنا يسوع قدام المجد اللي كان مستنينا، هو استحمل الألام على الأرض عشان يوصلنا للمجد. أول حاجة خلي عيني على ربنا. حاجة تانية: أثق أنه معايا وبيدبر كل الأمور دي للخير. أنا عارف إن ربنا بيستخدم كل اللي بيحصل في حياتي ده، كل الألام دي بيستخدمني بيها عشان يشكلني أكون حسب صورته واستحق المجد الأبدي معاه. النقطة التالتة: أصدق إن مفيش دقيقة هتستمر، كل دقيقة ليها وقت وبتنتهي. عيني على ربنا واثق إنه معايا بيدبر الأمور للخير، عارف إن كل دقيقة بتنتهي. اللي قال لنا الكلام الجميل ده قداسة البابا شنودة في القول الجميل بتاعه: ربنا موجود أنا عيني عليه، كله للخير، واثق أنه بيدبر كل حاجة في حياتي للخير، مسيرها تنتهي، مفيش دقيقة بتستمر العمر كله. تعالوا ناخد مع بعض تدريب لينا النهاردة. النهاردة هروح بسرعة وهكتب أي دقيقة مريت بيها في حياتي، وبعديها الدقيقة خلصت وفرحت بعديها بانتصار وبمجد من ربنا. ممكن يكون الموضوع ده نسيناه، نفكر نسينا بيه ونقول: كان حصل دقيقة في يوم من الأيام وبعديها حصل مجد، أنا واثق إن في وقت تاني في آلام في الزمان الحاضر بعديها مجد في السماء.
تعالوا ناخد تدريب يكون لينا منهج حياة كل يوم. كل ما تمر بينا ألام أو ضيق أجري لربنا وأقول له اسندني يا رب، قويني يا رب، أنا واثق يا رب إنك معايا، اكشف يا رب عن عيني، خلي عيني مفتوحة على المجد اللي مستنيني، عشان ساعتها ههتف وأقول وأنا واثق أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.